مرحبا. بشرتنا دائما معرضة للإرهاق، وخاصة إذا ما كنا دايرين بالنا على أكلنا مظبوط وما كان غذائنا متزن، وإذا كانت حياتنا كمان ملخبطة ومش منتظمة باستمرار. فعشان هيك ممكن نتعرض لظهور البقع الداكنة على البشرة، وخاصة عند النساء الحوامل. فاليوم عندي وصفة بيتية لكم محضرة من مواد كلها طبيعية ما بتأذي البشرة أبدا، ومجربة كمان هاي الوصفات، وممكن باستخدامها إن نخفف من وجود هاي البقع الداكنة على البشرة. خليني أحكي لكم شو هي المواد اللي نستخدمها. رح أحتاج اليوم لحليب، شوية كمية قليلة من الحليب، ورح أحتاج كمان الزعفران. ما تستغربوا، زعفران رح نستخدمه في هاي الوصفة البيتية. رح أحتاج كمان إلى اللوز المطحون. وهلأ خليني أخلط كل المكونات مع بعض. بضيف الزعفران، بضيف اللوز، وبخلطهم مع بعض. طبعاً كتير منيح إنكم تنقعوهم لفترة معينة، يعني تخلوهم مثلاً كم من ساعة موجودين عندكم عشان يمتص الحليب كل الفوائد اللي موجودة في اللوز وكمان في الزعفران. وأنا حضرت عندي هون واحدة نقعتها من كم من ساعة، وهلأ رح أستخدمها. بجيب قطن وبحطه جوا هذا الخليط، وبستخدمه على البقع الداكنة إذا كان موجود عندكم. مثلاً خليني أحطه أنا هلأ هون هاي المنطقة. بدي أقولكم كمان شغلة مهمة، إنه يعني يفضل إنكم تناموا فيها لتاني يوم وتصحوا وتغسلوها بعدين. أما إذا مش حابين تناموا فيها فممكن تتركوها على بشرتكم لمدة كم من ساعة تخلصوا فيها أموركم في البيت. زي ما شفتوا هالوصفة هاي ولا في أسهل منها، يعني بثواني بتكون جاهزة وبتحطوها، وأكيد رح تعملكم فعالية يعني فظيعة للبشرة. أنا بهيك بتكون نصيحتي خلصت لكم لليوم. أكيد بشوفكم بنصائح تانية وبحضر لكم كمان وصفات زيادة. باي باي.